معنى congenital heart disease. محاضرة مهمة، مش هنقدر ان احنا نتكلم عليها كلها، هنتكلم على جزء بس النهارده. ال congenital heart disease ال incidence بتاعته from كل 1000 live births في 8 affected 10% منهم بيبقى are complex. ال etiology بيبقى يا اما حاجات chromosomal anomalies يا اما polygenetic inheritance او maternal disease او maternal irradiation او maternal drugs. الموست كومن كروموزومال انوماليس اللي مي كوز كونجنتال هارت ديزيز الداون سيندروم، ممكن يعمل الداون سيندروم بي اس جي اس جي فالوت اندوكارديال كوشنز ديفكت. التيرنر سيندروم ممكن يافكت كو اركيتيشن اوف اورتا والاورتيك ستينوزس. البوليجينيك انهيرتنس ده الموست كومن اللي هو مالتي فاكتوريال. maternal disease بقى اللي هو الام مثلا جالها hypertension during pregnancy، خدت drugs، خدت تعرضت لاي irradiations، ده كله ممكن يسبب لي congenital heart disease. congenital heart disease subdivided into cyanotic و acyanotic heart disease. هنتكلم النهاردة هنبتدي بال acyanotic. قلنا كلاسيفيكيشن يا اما نان سيانوتيك يا اما سيانوتيك. والنان سيانوتيك 80% والسيانوتيك 20%. النان سيانوتيك may be asymptomatic. clinical differentiation is possible، ممكن ان انا اقدر اشخص بالكلينيكال. investigation needed، لكن ممكن اشخص كده without investigation. some may not need surgery، لكن السيانوتيك ده 20%. the onset of cyanosis variable. clinical differentiation is impossible. investigation essential with surgery inevitable. اللي هو في حاجات بقى اللي هو non cyanotic subdivided، حاجات lifted to the right shunt وحاجات obstructive lesion. lifted to right shunt زي ال VCD 30%، ال BDA 5-10%، ال ASTG 5-10%، ال AV canal 2%. في حاجات بتبقى فيها obstructive lesion زي pulmonary stenosis co arcitation of aorta aortic stenosis. cyanotic subdivided، حاجات بتزود pulmonary blood flow، حاجات بتقلل pulmonary blood flow. حاجات with decrease pulmonary blood flow زي fallot tetralogy 5%، fallot like condition pulmonary atresia. حاجات بتزود pulmonary blood flow زي TGA و truncus arteriosus و single ventricle و hypoplastic left ventricle. الكونجنتال هارت ديزيز الكلينيكال بيكتشر بتاعتها ممكن ان انا اقدر ان انا ديتكتد باي انتينيتال. طيب هديتكت امتى؟ انتينيتال كاردياك الترا ساوند ممكن يعمل دايجنوزس امتى؟ من 18-20 ويك اوف ذا جيستيشن، عشان ام اقدر اشخص لو في مشكله في الهارت بتعمل السونار بيقدر ان هو يشخص لي من 18-20 ويك اوف جيستيشن. ممكن اقدر برضو ان انا اشخص detection of the heart murmur، اشوف اسمع هلاقي heart murmur في النيونيت بعد كده او بعد ما يتولد اسمع ال heart murmur، او cyanosis at the birth او after birth according to the onset of the cyanosis. في حاجات بتتشخص ممكن يحصل يبقى ال presentation بتاعته heart failure and shock. ده normal heart anatomy بتاعنا normal heart. هنبتدي بالاسيانوتيك كونجنتال هارت ديزيز. حاجات قلنا ليفت تو رايت شانت ليجن وفي حاجات اوبستراكتيف. هنبتدي بالليفت تو رايت شانت ليجن. قلنا الاي اس دي اتريال سيبتال ديفكت، فنتريكولار سيبتال ديفكت، اتريو فنتريكولار سيبتال ديفكت اللي هو الاي في كانال، والبي دي اي بيتنت داكتس ارتريوس. هنبتدي بالبي اس دي فنتريكولار سيبتال ديفكت. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ابنورمال اوبننج ان ذا فنتريكولار سيبتال which allows a free communication between the left and right ventricle، وده بي represent 30% of congenital heart disease. ايه انواعه؟ عندنا 2 types، يا اما single membranous او membranous، يا اما بيكون muscular VCD. ده بيبقى الاول، النوع الاولاني ده بيبقى single بري membranous او membranous، وده most common 80%، وبيبقى defect بيبقى adjacent to the tricuspid valve. يا اما muscular VSD وده ممكن يكون single او multiple وده بيمثل 20%.
والمالتيبل ماسكولر ساعات بيسموه عامل زي الجبنه كده، الجبنه بنقول عليه سويس تشيز في سي، عامل زي الجبنه بتاعه توم اند جيري. ده في السلايد دي بيبين لنا ان في هارت ويز في سي دي ما بين التو فنتريكل ونورمال هارت. طيب ايه الهيموديناميك لما يبقى فيه ليفت تو رايت شانت؟ هيحصل ايه؟ ان الليفت تو رايت شانت هتحصل ديورينج ذا سيستول، يبقى هيحصل شانت ديورينج ذا سيستول بس. طب مفيش شانت ديورينج ذا دايستول ليه؟ عشان البريشر ان بوز فنتريكل بيكون ايكوال زيرو في الدايستول، فمفيش اي شانت. لكن في ديورينج ذا سيستول الليفت سايد البريشر اعلى من الرايت سايد، فهيمشي البلاد من الرايت تو ليفت. والاماونت اوف شانت ديبند اون ذا سايز of the defect. The blood pass from the left ventricle to right ventricle هيعمل ايه؟ هيعمل dilatation لل right ventricle، وبعد كده من ال right ventricle هيروح لل lung هيعمل pulmonary congestion، بعد كده هيروح من ال lung لل left ventricle هيعمل dilatation وهيعمل ليه؟ عشان هيعمل volume overload. يعني معنى كده ان البي سي جي بعد شوية هيعمل بوست فنتريكل دايليتد، بعد كده وصل ليه هيعمل ايه؟ هيعمل اليفيشن اوف رايت فنتريكل اند بالمونري بريشر اند فوليوم هايبرتوفي اوف ليفت انتر ليفت اتريوم اند ليفت فنتريكل. ادي الدايجرام ده بيبين لي ان البلد هيجي ازاي، دايركشن ان في ديفكت، فهيجي من الرايت فنتريكل للليفت فنتريكل، من الليفت فنتريكل سوري للرايت فنتريكل، وبعد كده من الرايت فنتريكل للبالمونري ارتري، والبالمونري ارتري يعمل بالمونري كونجيشن، بعد كده يعمل ليفت اتريوم وليفت فنتريكولار هايبرت. يعني لسه ال ASCD دلوقتي احنا خلينا في ال VCG بس، بعد كده نتكلم later on عنه. اجي هنا ده في ال X-ray، احنا قلنا ال pulmonary vasculatures هتزيد. ايه clinical sign and symptom of the VCG؟ small moderate VCG يعني من 3 ل 6 مليمتر، ممكن ان هو usually asymptomatic with discovered accidentally، و 50% منهم اللي هو small to moderate will be closed spontaneously by the age of 2 years. لكن ال moderate to large VCG يعني اكتر من 6 مليمتر almost always have symptoms and require surgical repair. طب ايه السيمتوم؟ appear on the second week بيبقى فيها difficult feeding، excessive sweating، failure to grow، chest infection. الساين بيبقى فيها biventricular enlargement mainly left ventricle، و pulsation بنقول عليها active precordium، في systolic thrill over left para sternal area، المرمر اللي بنسمعه harsh pan systolic murmur on the left para sternal area radiating to the whole precordium more prominent with the small VCG، وممكن يكون absence with the very large VCG. يعني ممكن اللي هو حكاية ان هو موجود المرمر ولا لا، ممكن يكون very large VCG مستمعين عليه مرمر. accentuated S2 on pulmonary area. ايه complication؟ ممكن يعمل pulmonary hypertension، وبعد شوية حاجة اسمها Eisenmenger syndrome. يعني ايه؟ high pulmonary flow in the large defect، في defect كبير هيزود لي البالمونري، يعني بتعمل compensation اللي هو high pulmonary blood flow، هيعمل pulmonary vasoconstrictions فهيعمل pulmonary hypertension. طيب ايه اللي بيحصل ازاي؟ في الاول بيحصل pulmonary vasoconstriction، بعد كده يحصل irreversible vascular obstructive disease، يحصل hypertrophy of the wall and damage of the capillary vascular bed، هتزود اللي هو increase the pulmonary و right ventricular pressure، ف
فهيزيد البريشر في الرايت سايد. فهيحصل ايه؟ بدل ما كان اللي هو الشنط يجي من الليفت سايد من الهاي بريشر للرايت سايد، لا ده الرايت سايد بقى هاي بريشر، حصل بريشر اوفرلود، فهيحصل ريفرسبل اوف ذا شنط. وده بيحصل من 6 مانثس تو ذا 6 يير ان سيفير كيسز ريزلتنج ان ساينوزس، لان بقى البلاد جاي من الرايت سايد تو ذا ليفت سايد، وده طبعا بيبقى ما بينفعش يتصلح بعد كده، يبقى ريزلتنج ان ساينوزس وبنسميه اس مانجر سيندروم. وبيحصل ممكن كذا كومبليكيشن، ريبيتد تشست انفكشن. ليه؟ عشان في بالمونري كونجيشن، ممكن يحصل كونجستيف هارت فيلير، ممكن يحصل انفكتد اندوكاردايتس، ستانتد جروس زي اي كونجينيتال هارت ديزيز. تفسير او ازاي بيحصل از مانجر سيندروم، لونج ستاندنج ليفت تو رايت شنط على طول هيزود يعمل الريفرسبل بالمونري فاسكولار ديزيز. فلو unrepaired VSD او unrepaired PTA هيبقى هيعمل هاي بريشر في البلمونري فاسكليتشرز. وانس ان حصل كده هيحصل ريفرسبل اوف ذا شنط، يحصل ساينوزس للبيشنت. الانفستيجيشن طبعا دي بقى لازم اي كونجنتال هارت ديزيز، بنقول الانفستيجيشن ان هو يبقى فيه شست اكس راي، اي سي جي، ايكو، ممكن حاجات باي ذا كاثيتر. الانفستيجيشن شست اكس راي هيبين لي كارديوميجالي، بلمونري بلاثورا، prominent pulmonary artery، ECG biventricular hypertrophy mainly the left ventricle. الإيكو هيبين لي بقى البوزيشن والسايز اوف ذا ديفكت والبلاد فلو اكروس، وهيأسس البلمونري بريشر، وهيأسس الكارديك دايليتيشن والإفيكتي اوف ذا كونتراكتيليتي. طب ها ايه التريتمنت؟ سمول بي سي جي ولا حاجة، نو سيرجيكال انترفينشن، نو فيزيكال ريستريكشن، هو غالبا هيقفل لوحده، لكن جاست بيحتاج ري اشورنس وبريودك فيلو اب واندوكاردايتس بروفلاكس. لو انا هنعرف بعد كده ازاي هنعمل بروفلاكس للاندوكاردايتس، لانهم لايبل ان يحصل لهم اندوكاردايتس. لكن السيمبتوماتيك في اس دي بيحتاجوا ميديكال تريتمنت انيشيالي ويز افتر لود ريدوسر ودايوريتك. ايه الانديكيشن اوف سيرجيكال كلوجر في في اس دي؟ لو هو في لارج في اس دي، او ان هو ميديكال ان كنترولد سيمبتوماتولوجي، يعني في سيمبتوم عنده هارت فيلير ومش بيرجع يتصلح، او فيلير تو ثرايف. ايه الايج بتاعها ان احنا هنصلحها؟ الايج دايما بيبقى من 6 ل 12 شهر قبل ما يحصل بالمونري هايبرتنشن. السيرجري شود بي ديليد ان ستيبل تشايلد ويز ذا مودريت، لانه ممكن يحصل سبونتينيوس كلوجر. السيرجري اذا كونترا انديكيشن ان ذا از ان مانجر سيندروم ما بتنفعش، فبنحتاج بس هارت لانج ترانسبلانتيشن. تريتمنت اوف ذا كومبليكيشن زي الهارت فيلير والشست انفكشن. البروجنوزيس 30% كلوز سبونتينيوسلي. لارج في اس جي بيحصل هارت فيلير في 6 ويك، او يحصل از ان مانجر سيندروم از السلايد الثانية اللي هنتكلم عليها هي البيتنت داكتس ارتريوزس. ويعني ايه بيتنت داكتس ارتريوزس؟ اللي هو البي دي اي، the persistent of normal fetal vessels that join the pulmonary artery to the aorta. هو مفروض normally البلمونري artery الconnection ده ما بين البلمونري artery والأورطة بتتقفل عند the first week of life، لكن ساعات بيحصل patent ductus arteriosus تفضل مفتوحة بعد ال first week of life. دي account for 10% of all congenital heart disease seen in 10% of other congenital heart disease lesion and can often play a critical role in some lesions. يعني ممكن تبقى هي وجودها ده هو السبب في ال persistence of life. ال female to male ratio بتكون 2-1 more common in preterm and often associated with the co-arcitation of aorta or VSD. في questions كده، ايه هو torch infection ال BDA is associated with؟ الإجابة بتاعتنا هي الروبيلا، هي most common associated with the BDA. طب ايه الهيموديناميك؟ ايه اللي بيحصل في الفيتال لايف؟ خلاص ان الداكتس ارتريوزس وهو البيبي لسه امبريو، الداكتس ارتريوزس دي بتديفيرتس بلاد فروم ذا بلمونري ارتري تو اورتا.
after birth as a result of higher aortic pressures than the pulmonary artery ان بيحصل مع ال first cry ان بيحصل ال aortic pressure بيبتدي ان هو يبقى ال pressure بتاعه اعلى من ال pulmonary artery في السيستول والدايستول فيحصل ان ال blood بيبقى shunting من ال left to right side لكن اللي بيبقى في الفيتال لايف لا البلمونري ارتري للاورطه بيحصل لكن هي افتر ذا بيرث ان هو الاورطه بيبقى هاير ذان بلمونري ارتري فبيحصل شانتنج فروم ذا ليفت تو ذا رايت ثرو ذا داكتس فروم ذا اورطه تو بلمونري ارتري فبالتالي اما هيمشي هيجي البلاد من الاورطه للبلمونري يعني البلاد اللي هيروح للنج هيزيد فاللنج هتبقى كونجستد and then the blood back to the left ventricle هيزيد برضو فهيحصل volume overload. The extent of the shunt depend on the size of the ductus. على حاجة تاني هنرجع تاني ده هنا تاني هنرجع السلايد بتاعتنا الانفستيجيشن الشست اكس راي بيبقى فيها cardiomegaly prominent pulmonary artery congested lung الاي سي جي left ventricle enlargement الايكو بنعمل الايكو فالايكو ده بيحدد لي البوزيشن والسايز اوف ذا ديفكت واللي هو البلاد فلو اكروس وبتاسس البلمونري بريشر وبتاسس اللي هو الكاردياك دايلاتيشن والكونتراكتيليتي دي عامله ازاي. طيب ايه الكومبليكيشن من البيتنت داكتس ارتريوزس؟ زي بالظبط البي اس سي دي زي البي اس سي دي لو هي ما اتعالجتش فهيبقى هيحصل سيانوزس. ليه؟ لان هيحصل ريفرس اوف ذا شانت بدل ما البلاد ماشي من الاورطه للبلمونري ارتري هيحصل ريفرس اوف ذا شانت ويحصل حاجه اسمها ايزنمنجر سندروم. يبقى بيحصل ان البي سي دي زي البي سي دي لكن السيانوزس اوف ايزنمنجر سندروم ممكن انها بتحصل بعد كده. يبقى بيحصل بلمونري هايبرتنشن وايزنمنجر سندروم فاللي هو الهاي بلمونري فلو ان ذا لارج ديفكت ليد تو ذا بلمونري كونجيشن فبعد كده بيحصل irreversible vascular obstructive disease ويحصل hypertrophy of the wall and damage of the capillary vascular bed هتزود اللي هو البلمونري والرايت فنتريكل بريشر وتعمل pressure overload. finally هيحصل reversal of the shunt من 6 شهور لست سنين ممكن في السيفير cases resulting in cyanosis. يبقى بيحصل Eisenmenger syndrome. once ان حصل Eisenmenger syndrome ولا هتفيدني ان انا اقفل اي duct يبقى لازم ساعتها نعمل هارت لانج ترانسبلانتيشن فمش هتفيد لي بحاجه او هارت ترانسبلانت وطبعا ده بيبقى ديفيكلت ان احنا نعمله. كومبليكيشن اوف بي تي اي ريبيتد تشيست انفكشن كونجستيف هارت فيلير انفكتيف اندوكاردايتس زي اي كرونيك انس او كونجنتال هارت ديزيز ممكن يعمل ستانتد جروس. طب اللي هو ايه المانجمنت بتاعي فيها؟ انا اقدر ان انا اعمل مانجمنت ميديكال وممكن اعمل سيرجيكال. بدي اندوميسيسن الاندوميسيسن ده الاندوميسيسن ده بيعمل انهبيتور اوف بروستاجلاندين سينثيسس كان بي يوزد ان ذا بري ماتشور انفنت وده افكتيف في اول اسبوع بس وهيقفل لي الدكت وده افكتيف لو انا استخدمته بدري فده بيستخدم في العيال اللي هما البريتير. البي دي اي بتحتاج سيرجيكال او كاثيتر كلوجر بيفور ذا ايج اوف 1 يير عشان اعمل كلوجر يبقى بعد سنه. كلوجر از ريكوايرد تريتمنت هارت فيلير تو بريفنت بالمونري فاسكولار ديزيز. يبقى الكلوجر بعد كده بعد ما بعمل الكلوجر ده مهم قوي ان انا امنع ان هو يحصل بالمونري فاسكولار ديزيز وايزنمنجر سيندروم. بعد كده اللي هو الديفكت اللي بعد كده اللي هنتكلم عليه الاي اس دي اتريال سيبتال ديفكت ومن اسمه كده اتريال سيبتال ديفكت يعني ده ديفكت ما موجود في الاتريال سيبتم اللي ما بين التو اتريال. يبقى هو ديفينيشن اتس اوبننج ان ذا اتريال سيبتم بتالاو فري كوميونيكيشن اوف بلاد بتوين ذا تو اتريال وده بيمثل من 5 to 10% of all congenital heart disease more common in female. في 3 major types secundum ACD وبرايمم ACD وساينس فينوزس ACD. secundum ACD ده بيبقى موجود في الفوسة اوفاليس
80% of ASD most common والحمد لله هو less serious. Primum ASD the lower in position may be a part of atrioventricular septal defect وده بيبقى serious وبيبقى less common. النوع الثالث sinus venosus ASD the high in atrial septum near superior vena cava associated with the partial anomalous pulmonary venous وده least common. وده السلايد ده بيوضح لي التايبس المتنوعة من الاتريال سيبتال ديفكت. الهيمودايناميك ايه اللي بيحصل؟ زي ما قلنا ان ده غالبا الليفت سايد بيبقى ان البريشر بتاعه اعلى من الرايت سايد فيبقى البلاد is shunted from the left atrium to the right atrium. الديفكت فلو depend on the size of the defect and the compliance of right ventricle. ال right atrium and right ventricle هيحصل له dilatation لان البلاد رايح من ال left atrium رايح لل right atrium ومن right atrium رايح لل right ventricle فهيعمل volume overload. هيحصل ان ما يحصل يوصل لل right ventricle دم كتير هيروح لل lung كتير فيعمل pulmonary congestion وبرضه يقوم راجع تاني left atrium بعد كده يحصل له برضه dilatation و volume overload وبعد كده pressure overload. ده اللي هو احنا شرحناها قبل كده اللي هو السلايد دي ان هو الفلو الهيمودايناميك سيركيوليشن في البي اس دي بيوضح لي ان بيحصل بالمونري كونجيشن في البي اس دي ودي قلناها قبل كده والاي اس دي برضو هيحصل بالمونري كونجيشن لان البلاد جاي من الليفت اتريوم للرايت اتريوم للرايت فنتريكل البلمونري فيسل اللنج يوصل من اللنج يعمل بلمونري كونجيشن وبعد كده يرجع للليفت اتريوم يزود بعد كده يبقى في الاثنين دول بيحصل انكريز زي بلمونري بلاد فلو سواء كان اي اس جي او بي اس جي ويحصل في البي اس جي ليفت هارت اوفرلود ويحصل هنا رايت هارت اوفرلود وفي الاخر بيحصل الاثنين بايلاترال لو هو اتسابه من غير علاج. طب في الاي اس جي ايه الكلينيكال سيمتوم؟ الاوستيوم سكندم ده از اسيمبتوماتيك ان ذا انفانسي اند كومن ان ذا تشيلدرن بات كومن ان ذا ادوليسنس اور ذا ثيرد اور فورث ديكيد سيمتومز انكلود هارت فيلير بالمونري هايبر تنشن واريزميا. فهو في البدايه ما بيبقاش في سيمتوم في الاطفال وبرده ممكن انها اكسيدنتلي ديسكفرد. بالاوسكلتيشن لما بنيجي نسمع بيبقى فيه وايد فيكسد سبليتنج اوف اس 2 ليه؟ عشان بيبقى equal right ventricular stroke volume in both inspiration و expiration. يحصل ان بيبقى فيه short systolic murmur at the upper left sternal border ده بالاوسكلتيشن. بالانسبكشن لو جينا عملنا inspection هنلاقي mild right ventricular enlargement وما فيه drill موجود. ايه complication؟ heart failure وده بيبقى متأخر شوية. right bundle branch block بالاي اي جي تتشخص بالاي سي جي. اتريال فايبريليشن وريكورنت شست انفكشن عشان في كونجيشن في اللنج. الانفستيجيشن زي ما قلت لكم ان اي كاردياك ديزيز بنعمل شست اكس راي اي سي جي بنعمل ايكو. شست اكس راي هيبين لي في كارديوميجالي بالمونري بلاثورا او كونجيشن برومينانت بالمونري ارتري عشان في انكريز ذا بالمونري بلاد فلو. اي سي جي هيبين رايت فنتريكولار انلارجمنت ورايت اكسس ديفيشن ورايت باندل برانش بلوك لو في بلوك. الايكو هو الدياجنوستيك هيبين لي البوزيشن والسايز اوف ذا ديفكت والبلاد فلو وهيبين لي البريشر اكروس ذا بالمونري بريشر بالمونري ارتري وهتاكسس الكارديك دايلاتيشن كونتراكتيليتي عامله ازاي. طب هعالج ازاي العيال دي؟ ميديكال تريتمنت لو هو نو تريتمنت خالص مش محتاجين اي تريتمنت. لو هو سمول واسيمبتوماتيك يعني عيان كان كويس واكتشفت اكسيدنتلي الاي اس دي ومفيش اي سيمتوم خلاص هسيبه. لكن لو في اي كومبليكيشن هبتدي اعالج الكومبليكيشن. طب سيرجيكال تريتمنت هعمل ايه؟ هقفله. هعمل حاجه اسمها ترانس كاسيتر كلوجر هيعمل اكلوجنز بديفايس معين او ان انا اعمل حتى سيرجري والسيرجري دي من 3 ل 5 سنين لو هو سيمبتوماتيك عشان افويد اي كومبليكيشن تحصل. النوع اللي بعد كده قلنا اللي هو حاجه اسمها اوستيوم برايمم ديفكت وقلنا ده ممكن يكون جزء او بورت من
اتريو فنتريكولار سيبتال ديفكت. يعني اتريو فنتريكولار سيبتال ديفكت ده ديفكت ما بين الرباعي كله، ما بين الاتريا والاثنين اتريا والاثنين فنتريكل، فبنسميها اتريو فنتريكولار سيبتال ديفكت. جزء منه اسمه اوستيام برايمم ديفكت. يبقى الاتريو فنتريكولار سيبتال ديفكت ايه هو؟ هو ديفكت ان ذا ميدل اوف ذا هارت وذ ذا سنجل فايف ليفلس فالف ما بين الاتريا والفنتريكل. بيبقى كان ديفكت كبير ليه 5 ليفلتس، وده اكاونت 4% اوف. بيبقى ان هو البلاد رايح من الليفت اتريوم للرايت اتريوم، ومن الرايت فينت من الليفت من الليفت فينتريكل للرايت فينتريكل. فالرايت سايد بيحصل رايت سايد هايبرتروفي ورايت سايد اوفرلود. طب السؤال اللي ممكن ان احنا نساله، وات ذا جينيتك ديزيز is atrio ventricular septal defect more common في انهو ديزيز؟ اللي هو في الداون. طبعا الداون اللي هو ترايزومي 21 حوالي من 20-25% of the cases بتبقى associated with the atrio ventricular septal defect. في نوعين، يا اما complete form يا اما incomplete form. الcomplete form بيبقى عبارة عن ostium primum معاها VCD mitral rigor tricuspid rigor، كل دول مع بعض ده كومبليت فور. بيحصل ان هو الفنتريكل في الاول الرايت سايد بيبقى فوليوم اوفرلود، بعد كده بيبقى باي فنتريكولار فوليوم اوفرلود، ويحصل ايرلي بالمونري هايبرتنشن. الانكومبليت اللي هو البارتشال، يا اما يبقى اوستيام برايمم وذ مايترال ريجر، وفي فورم تاني بس ده الموست كومن، ويحصل رايت سايد فوليوم اوفرلود زي الاي سي جي بالظبط العاديه. يحصل left side volume overload depending on the mitral regurg degree، على حسب المايترال regurg زي ما هنعرف المايترال regurg بعد كده later on. ده complete form، ادي complete atrio ventricular septal defect كأن في large defect with 5 leaflets. ايه clinical sign and symptom؟ ال incomplete atrio ventricular septal defect ممكن يبقى شكل بالظبط ال ASCD وممكن يبقى asymptomatic، لكن ال complete او اللي هو ما يكون السيفير فورم بيحصل ممكن congestive heart failure في الانفانسي من 2-3 weeks of life depending on the size، ممكن يحصل heart failure وبالمونري hypertension very very early، يحصل recurrent pulmonary infection عشان فيه congestion، ممكن يحصل late cyanosis من لما بيحصل بقى shift of the shunt، زي برضو ممكن يحصل اي complication اللي هو reverse of the shunt. ممكن نسمع apical pan-systolic murmur. فكل دي أزكم. طب ايه العلاج بتاع الاتريو ventricular septal defect؟ هنعالج congested symptom and chest infection. وsurgery is always required. والcorrection is done during infancy. بدري. بنعالج بدري قوي من 3-6 شهور to avoid irreversible pulmonary vascular disease، عشان avoid ان يحصل reversible، وده طبعا بيبقى ما بيرجعش تاني. بنمنع البلمونري هايبرتنشن اللي هي ممكن تحصل very early. المورتاليتي بتبقى low with incomplete، بتبقى من حوالي من 1-2% وهاي 5% مع incomplete. النوع التاني من congenital acyanotic heart disease، احنا قلنا فيه congenital acyanotic heart disease اللي هو الشنط من left to right. في نوع تاني acyanotic congenital heart disease ده اللي هو obstructive heart lesions pulmonary stenosis aortic stenosis coarctation of aorta. انواع كتير، انا هتكلم النهاردة عن نوع واحد منهم، والنوعين التانيين دكتور ياسر او حد تاني هيقولهم او عمرو هيتكلم عنهم. coarctation of aorta يعني ايه كلمة coarctation؟ كلمة coarctation هي is narrowing of descending aorta، ودايما بتبقى just distal to the duct اللي هو and the left subclavian artery. ايه الهيمودايناميك؟ ايه اللي هيحصل؟ ده فيه obstructions، فمش هيبقى معدي البلد، هيبقى كويس. يعني المفروض ان البلد بيمشي من الليفت فنتريكل ويعدي في خلال الاورطة، لكن حصل ناروينج، فمتوقع ايه هيحصل؟ ليفت فنتريكولار هايبرتوفي، فهيحصل left ventricular hypertrophy. فالدم يعني البلاد موستلي مش هيقدر يعدي في الديستندنج اورتا، لكن هيعدي فوقيه، فهيحصل ان الهاي بريشر في upper limb واللو بريشر في اللور limb. طيب ايه الجينيتك سندروم في الكو اركيتيشن؟
اكتر بنشوفها فين؟ في التيرن سيندروم. يبقى احنا كده لما هيحصل obstruction of left ventricular outflow، الدم ماشي من left ventricle، هيحصل pressure hypertrophy of the left ventricle. الكيسز المايلد asymptomatic برضو discovered accidentally، السيفير بتبقى symptom of the hypertension، يبقى فيها hypertension لان هنا فيها pressure overload على left side of the heart. طيب احنا في ال blood pressure قلنا في الابر لمب هيبقى هاي بلاد بريشر، في اللور لمب اللي هو ان البلاد هيبقى فيه كواركتيشن في الديسندنج اورتا، فنيجي نسمع البلسيشن في بتبقى ابسنت، يبقى ويك اور ابسنت فيمورال بارس. يبقى في عندنا هنا حاجه اسمها ريديو فيمورال ديلي، يبقى في فرق ما بين الريديو والفيمورال دي اللي هو الديلي. هيحصل ايه؟ هيبقى فيه اللو، لو جيت انا اقيس البلاد بريشر هنلاقي ان البلاد بريشر في الابر لمب هاي بلاد بريشر وفي اللور لمب لو بلاد بريشر. عشان كده ما بنيجي نقيس البلاد بريشر لازم نقيس في الفور لمبس. يحصل هارت فيلير ان ايرلي انفانسي، ليفت فينتريكولار هايبرتوفي عشان في بريشر اوفرلو. يحصل كان حاجه فيها ايجكشن، يبقى في انا يبقى في ميرمر كده اسمه ايجكشن سيستوليك ميرمر. بنسمعه فين؟ الإيجكشن سيستوليك ميرمر over the back ما بين التو سكابولا، وممكن أسمعه over the upper left sternal border. أسمع كمان accentuated A2. طيب إيه الانفستيجيشن؟ زي أي congenital heart disease بعمل chest X-ray، هلاقي إن left ventricular hypertrophy، هلاقي ان في حاجه اسمها rib notching due to the dilated collateral. ما انا قافله في الديسندنج اورتا يبتدي يفتح الكولاترال، فما يحصل يفتح الكولاترال تبان في الاكس راي ان في كان في notching في الرب، تبان كده كان في notch. وده طبعا عشان تظهر هتبقى في الادلت او الادوليسنس، مش هتبقى في الانفنسي، عشان تظهر تاخد وقت. دوبلر طبعا دايجنوستيك عشان هو اللي هيبين لي، وممكن اعمل سبايرال سي تي والانجيو طبعا ده اهمهم وده احسنهم. دي الصوره دي بتبين لي ازاي شكل النوتشنج اللي بيحصل في الريب، اللي هو ان ما بيفتح الكولاترال يبان يجي يعدي من عند الريب كان متاكل حته منه. طب ايه التريتمنت والسيفير كواركتيشن انا محتاجه ايه؟ لو سيفير كواركتيشن يعني معنى كده ان البلاط مش قادر يعدي من اللي هو الاورطه ويروح على بقيه الجسم، يبقى انا محتاجه ان تفضل عندي الدكتس ارتريوزس مفتوحه. يبقى انا كده الدكتس ارتريوزس دي مهمه لللايف نفسها، لان في سيفير كواركتيشن، فانا هفضل محافظه على الدكتس دي لغايه ما اعمل عمليه. هحافظ الدكتس ازاي؟ بالبروستاجلاندين، ادي للعيان ده حاجه اسمها بروستاجلاندين او بروستين، افضل ماشيه عليه لغايه ما يبتدي ان هو يزيد في وزنه وياكل العمليات. هحتاج سيرجيكال انترفينشن طبعا عشان تو بريفنت ليفت فينتريكولار ديسفانكشن. هحتاج انجيوبلاستي في بعض السام سنتر، واعمل ريكو اركيتيشن. الريكو اركيتيشن ممكن اعمل بالون، بالبالونه ممكن ان هي في بروسيجرز بدخل في حاجه اسمها بالون انجيوبلاستي، ودي اللي هو البروسيجر اوف تشويس عشان تعالج الولاده. وبس المحاضره النهارده.